خلق الجمال، المسؤولية والتجربة الأفضل، قيم وأخلاقيات ريلوك جروب، المركز يلي عمل على نشر مفاهيم مختلفة للجمال ونقل المعرفة بمجال التجميل، وأصبح بصمة مميزة بعالم التجميل، واستطاع أنه يعطي للجمال حريته يعني هيك أريحية كاملة. أكيد، يعني يمكن زينة سعيد هي امرأة سورية صاحبة ومؤسسة ريلوك جروب، نظرت للجمال من زاوية مختلفة وامتلكت الشغف والحب واستثمرته بمشروعها يلي صار علامة فارقة بمجال التجميل. المركز قائم بالسويد ومرخص من الاتحاد الأوروبي، وحديث يمكن لكل مين سمع فيه أو كان له تجربة خاصة معه بعدة دول من العالم. تعلن مدرسة ريلوك عن بدء التسجيل بدورات الحلاقة الرجالية والنسائية، تنظيف البشرة، بوتوكس، فيلر، وكل ما يتعلق في شؤون الجمال والتجميل، مع خصم يصل إلى 40%. تمنح شهادات بعد انتهاء الدورة، وتتوفر خدمة الدفع بالتقسيط أو كلارنا. ملاحظة هامة: كل دورات الحلاقة قص الشعر سواء للرجال أو النساء تتوفر فرص عمل مباشرة. لمن يرغب بالتسجيل استغل الفرصة. ريلوك، عنوان للجمال. الحرفية والدقة بالعمل والاهتمام بالتفاصيل كان واضح جدا بالفيديو يلي شفناه عن مؤسسة ريلوك. طبعا زينة سعيد صارت معنا بالاستوديو وبدنا نرحب فيها ونتعرف معها اكثر على مشروعها. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي معنا. خلينا بداية نتعرف على شركة ريلوك ونحكي كيف بلشت الفكرة بداية. هلا هي شركة ريلوك عبارة عن بيوتي اكاديمي يلي هي مختصة بتدريب كوادر تجميلية مختصة بالتجميل الخارجي للمرأة، اللي هو عبارة عن شعر وأظافير ورموش وهكذا. تمام. والتدريب الطبي اللي هو عبارة عن تدريب أحدث الأجهزة الطبية الحديثة والإبر التجميلية. يعني إحنا حتى مندرب دكاترة أسنان أو دكاترة على حقن الفيلر وحقن البوتوكس والميزو وهي القصص اللي هي لها علاقة بالإبر التجميلية. تمام، يعني عندنا عيادات وأكاديمية تدريب. أكاديمية التدريب بالضبط شو بتدربوا فيها؟ أكاديمية التدريب هي، وعفوا بس أنا ما جاوبت على الشق الثاني من السؤال اللي هو نحن عندنا أكاديمية وعندنا كلينيك. تمام. الكلينيك هو اللي بنقدم فيه التريتمنت أو العلاجات اللي مختصة بالمرأة from A to Z. هلا شو التدريبات اللي بنعملها بالاكاديمي؟ بنعمل تدريبات شامله بكل شيء له علاقه بالمواد الطبيه اللي هي او الاجهزه الطبيه، والمواد الطبيه بقصد فيها الابر، الميزو، الحقن. من يعني بنعطي شهادات اوروبيه موثقه مرخصه من الاتحاد الاوروبي. طيب. حتى لدكاتره يعني بيجوا بياخذوا عنا كورسات حتى يكونوا قادرين يمارسوا اختصاصيين. هلا هي يمكن زينة اللي عم نشوفها اليوم انه صار مين ما كان بيعمل اي دكتور او اي مركز، حتى ما رح نقول دكاتره لانه دكاتره على الاقل هو دكتور، عم نحكي اي مركز، اي حدا بيروح على مكان بصير هو بيعمل بوتوكس وفيلر وميزو وتنظيف بشره وبيسبعوا الكارات ما شاء الله. هو فنحن بس لحتى نوضح الفكره، بالمركز او بمركز التدريب انتم عندكم بيصير في تدريب هدول الاشخاص، وخلينا نقول تعليمهم شو المواد اللي عم يستخدموها، كيفية التعامل مع هدول الأجهزة، أو كيف طريقة الحقن المضبوطة، هذا اللي نحن نتعلمه. هلا طريقة الحقن المضبوطة، استعمال المواد الصحيحة، تكنيك الحقن كثير بيختلف. هذا الشيء اللي بيفرق معك أحيانا من دكتور لدكتور أو من خبير لخبير، اختصاصي لاختصاصي. هلا نحن بس ما يعني غير هذا الشق تبع الإبر والمجال اللي فيه، يعني إنه أنت تحقني بشرة اللي هو شيء مجال شوي يعني ما نو سهل،
نحن كمان بنعلم هذا الشيء اللي انا شفته وكثير يعني بحسه انه لا لازم يكون في حدا عنده خبره، انه كيف تشتغلي على جهاز طبي حديث متطور، كيف تشتغلي وتاخذي نتيجه منه صحيحه بدون ما تاذي الزبون اللي عندك. تمام. فهيك كمان زينة كنتي عم تحكي على اشياء بتتعلق بجمال المرأة مثل الميك اب، شعر، الأظافر، كمان بتعملوا دورات تدريبية؟ نعمل دورات. او بس هو مكان يعني بيقدم هاي الخدمات؟ لا، نحن بنعمل دورات تدريبية على هي على على هي القصص التجميلية اللي بدي سميها جمال، اللي لها علاقة بالجمال الخارجي تقريبا. تماما. نحن بنتعاون مع شركة فيتنامية مختصة بتركيب الرموش اللاش اكستنشن، هلا كثير موضة، وطبعا النيل جيل اللي هلا عم يعملوها، انه تزرعي اطفر جيل مثل الاطفر الحقيقي بطريقة كثير تكنيك كثير مرتب بدون ما تأذي الاطفر نفسه. فعندنا شركة بنتعاون معها هي فيتنامية مختصة بهذا الشيء، وعندنا شركة سويدية بنتعاون معها مختصة بتأهيل وتدريس كمان التكنيك اللي قلت لكم اياها تبع الإبر والتجميل والأجهزة. حلو، تمام. طيب حكينا شوي عن مركز التدريب، نروح شوي للعيادة اللي هي الكلينيك اللي أكيد بتقدم فيها خلينا نقول خدمات أو سيرفيسز للزباين أو المريضات، خلينا نقول اللي بيجوا لعندكم مريضات ومريضين، لأنه بالنتيجة اليوم صارت هي الخدمات هي للكل. يعني يمكن في شباب حتى بيحبوا هدول الأشياء، في عنده شيء معين بيحتاج هذا الموضوع، شو هي ابرز هاي الخدمات؟ هلا ابرز هي الخدمات، يعني فيني اقول لك بشكل عام نحن عندنا عنايه بالاظافر، بالشعر، بالرموش، بالسكين كير بشكل عام. طبعا ما بدي انسى الاجهزه لان هي صارت جزء كبير، يعني ما بتجزا من اي بيوتي سنتر، لازم يكون في اجهزه يعني هي الفعاله بالمكان. وبالاضافه للابر اللي هي الابر اللي هلا نحن عم نشوفها اللي هي الفيلر والبوتوكس والميزو والبروفايلو و يعني صار في انواع كثير. في انواع كثير. تماما. زينا يعني بالعموم نحن كسوريين وكسوريات اكثر فخورين بانه يكون في صبيه مثل حضرتك عم تشتغل مو بس على مستوى محلي، عم تشتغل ببلاد هي جدا متطوره بهي الامور، يكون لها اسمها. فخورين انك موجوده معنا اليوم، اهلا وسهلا فيكي. على مستوى سوريا مفكره انك تعملي شيء؟ هلا على مستوى سوريا ان شاء الله بنتامل نعمل شيء. نحن بشكل عام هلا عم نعمل، بنفتح فرع جديد بتركيا، وعندنا عاطين فرانشايز، يعني فرانشايز يعني نحن بنعطي اسمنا لمركز طبي بالجزائر ومن اهله نعطيه كادر طبي من اهله لحتى يكون يقدر يمشي يواكب التطور، مع يكون بمستوى المراكز بنفس المستوى المراكز الطبيه اللي موجوده باوروبا. فهدول المراكز اللي نحن بنعطيهم اسمنا بنصير معهم اب تو ديت، يعني كل شيء جديد متطور نحن بنصير بنروح وبنعلمهم وبنعطيهم كل شيء مواد وبنعطيهم كل شيء ماشينز اللي هي الاجهزه اللي تقدر تحسن من المركز. تمام، لانه الاسم هو عم ينتقل لغير مكان او لغير بلد، هو بالنهايه بده يحافظ على نفس المستوى، بده يحافظ على نفس الكواليتي، على نفس الاشياء اللي هو عم يقدمها. الواحد انه يبلش بمشروع جديد اليوم نحن هون خلينا نقول باوضاع صعبه، وكثير ناس اليوم عم تحاول انه هي تبلش خلينا نقول بمشاريع صغيره، مشاريع ناشئه، كيف فينا نشجع السيدات السوريات اللي هلا عم يتابعونا انه هن فعلا اذا حابين يبلشوا بمشروعهم الصغير على الاقل، كيف هن شو اول خطوه وشو يعملوا، شو بتنصحيهم؟ هلا انا ممكن انا هون بهذا السؤال جاوب عن هدفي بوقت بلشت هذا المشروع. كان هدفي انه ما بدي اتحيز للمراه، بس يعني اكيد ما بنقدر انا كان هدفي انه المراه تكون عندها استقلاليه ماديه، لانه المراه لما بيكون عندها استقلاليه ماديه بتكون ما بحاجه حدا، والمراه السوريه اثبتت يعني خلال الشيء السنين اللي مرقت الصعبه انه هي مراه يعني بتقدر تخلق فرصه من العدم. فهي الكورسات كانت كثير منيحه لانه حدا يصير عنده مستقبل او عمل بهذا المجال، واغلب النساء بتحب هذا المجال، بتحب العمل في ان كان بمجال اللي قلت لك فيه اللي هو التجميل الخارجي او اللي هو التجميل عبر الاجهزه او عبر الابر او هي القصص.
فأنا بالنسبة لإلي بالمركز عنا كتير سوريات بيشتغلوا معي، وكتير في بنات كمان عم يعملوا مراكز، يعني إحنا تخرجوا من عنا وعم يعملوا مراكز. حلو. أبداً ما بعتبرهم منافسين، بالعكس بعتبرهم إنه تنبسطي يمكن بس شوفي النتيجة كتير كتير. يعني إنه فأنا بتمنى كمان ننقل هاي الفكرة لسوريا، حتى يعني يكون أكثر عدد من السيدات حابين يشتغلوا أو يعملوا يعملوا شيء بمستقبلهم، يصير عندهم وارد مادي مستقل. ان شاء الله يعني مع الايام ممكن نعمل هيك اكاديمي هون بسوريا. ان شاء الله يا رب. اكيد نحن نتمنى لك كل التوفيق. زينب بالختام تحكي لنا شو نظرتك لمستقبل الشركه، شو مفكره لوين بدك توصلي بمشروعك؟ هلا انا مستقبل الشركه، هلا انا جاوبت عليه بهذا السؤال اللي سالتني اياه قبل شوي، تبع انه عن جد حابه انه النساء تكون مكتفيه ذاتيا ماليا، يعني عرفتي، فهذا الشيء المرأة بتكون أقوى بالمجتمع. يعني والأم بتكون أقوى لما بتكون هي مكتفية ذاتيا. فأنا كنت حابة أوصل هي الفكرة لعدد من النساء إنه فعلا تأخذوا كورسات واشتغلوا على حالكم، ممكن تكبروا، يعني الطموح ما بيوقف حدا. طبعا. كان هذا هو الهدف تبع شركتي، بالإضافة إني أنا أسس كوادر طبية وتجميلية، على التجميل الخارجي اللي عم نرجع نقوله، إنه يكونوا على مستوى عالي جدا من الكفاءات، بحيث ما يكون في مشاكل سايد افكت من ناحيه طبيه او من ناحيه تماما. وخاصه يعني نحن مثل ما يعني عفوا رنا، مثل ما ذكرت رنا انه صاروا كثار يلي بيعملوا هدول الاشياء. يعني صار الواحد ما بقى يعرف انه انا صح عم بروح لعند هذا الشخص، هذا الشخص مناسب اكاديمي او لا، بغض النظر اذا كان دكتور او لا. صحيح. يعني نتمنى لك اكيد زينه كل التوفيق. انبسطنا بوجودك معنا اليوم بصباح الخير، نتمنى لك التوفيق وان شاء الله بنشوف ريلوك هيك بكل انحاء العالم. ان شاء الله يا رب. واهم شيء نشوفكم عنا في سوريا. اهلا وسهلا فيكي زينه، الحمد لله على سلامتك وان شاء الله بترجعي بخير وسلامه يا رب. الله يسلمك. شكرا.